لعدة سنوات كنت أتابع ذلك الشيخ العجوز الذي قارب عمره 80، فلا أكاد أنظر إلى الشارع قبل وقت الآذان بدقائق إلا وأراه متكئا على عصاة في طريقه إلى المسجد، وقد رسمت على وجهه ابتسامة هادئة كانت تراودني بعض الأسئلة الممزوجة بالخجل، ولكن سرعان ما كانت تواجهها مجموعة من الأعذار الدقيقة فتتلاشى هذه الأسئلة ويتلاشى معها الخجل. وأحيانا كنت أعود فأنظر إلى الشارع مرة أخرى فأجد هذا العجوز في طريقه لبيته يلقي السلام على جيرانه، فأنظر إلى ساعتي متعجبة وأتذكر أحد الأعذار التي جالت بخاطري قبل الصلاة: إنك مشغول فلتصلي عندما تنتهي. فأتساءل هل حقا كنت أقوم بعمل مهم خلال هذه الدقائق؟ حتى وإن كنت، ما يضر هذا العمل إن قطعت منه بضع دقائق؟ فأنتظر تلك العاصفة من الأعذار الدقيقة والإجابات المقنعة حتى تواجه هذه الأسئلة، ولكنها لم تأتي كما كانت تأتي قبل الصلاة وتختفي بعدها، فتركني في صمت عالي، سكوت ظاهري وضجة داخلية. لقد فاتتني صلاة، وكم أيقظتني طقطقة عصا ذلك الرجل الأنيق المرح وهو في طريقه ليؤذن صلاة الفجر. وما كنت أعلمه أن للمسجد إمام يبيت فيه ويؤذن لكل صلاة، إلا أنه يترك آذان الفجر لذلك الرجل. لعدة سنوات كنت أسمع طقطقة تلك العصا التي لا يمنعها برد ولا مطر. تمر السنين وتتبدل الأحوال وما زالت تلك العصي تيقظني، وكلما أيقظتني واجهتها عاصفة من الأعذار التي تبدو منطقية، فأغرق في سباتي موافقا أعذاري. أقنعتني نفسي أن ذلك الرجل اعتاد أن يسهر حتى الفجر وينام بعده، فهو لديه عمله الخاص ولا يطلب منه أن يستيقظ مبكرا لذلك، فكان سهل عليه أن يحافظ على صلاة الفجر كل هذه السنوات. أما أنا فالدراسة والجامعة ثم العمل كانت أهم حججي لسنوات، وكلما ثارت نفسي كنت أطمئنها بأن يوما ما سأفعل. حتى جاء يوم سألت فيه ذلك الرجل عن عمله وطبيعة يومه، فعرفت أنه لا يسهر للفجر كما ظننت، بل ينام متأخرا لطبيعة عمله، ومع ذلك يستيقظ كل يوم بعد سويعات نوم قليلة ليؤذن صلاة الفجر. ولم تجادلني نفسي هذه المرة فلا عذر لها، ومع فجر اليوم الجديد بعد أن هممت للصلاة همست إلي نفسي: إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، يوما ما سيهديك الله. فغرقت في سباتي وقد فاتتني صلاة. لعدة سنوات كنت أرى ذلك العامل البسيط لا تفارق الابتسامة وجهه، وكلما نظرت إليه شعرت بالرضا، كانت رؤيته تبعث الطاقة الإيجابية بداخلي. مجرد أن يسمع الآذان يغلق دكانه ويسير في خطى هادئة إلى المسجد. في المرات القليلة التي زرت فيها المسجد لاحظت إنه يتوضأ ويأخذ مكانه بجانب الجدران ويصلي ركيعات قبل الإقامة، ولكنها لم تكن صلاة، بل كانت حالة من العشق بينه وبين ربه، صلاة مختلفة. كنت أسمع له أنين خافت فيثير في نفسي فضول وهبطة، كان منغمسا في صلاته وكأنه لا يرى أحد، هادئا مطمئنا خاشعا. كان يستغرق في الركعة الواحدة الوقت الذي يستغرقه غيره لأربع ركعات، يطيل الركوع والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين. تساءلت في نفسي: ماذا يقول؟ أيعرف أذكارا لا يعرفها غيره؟ أحببت صلاته
وتمنيت أن أصلي مثله، ولكنني لا أستطيع. لم يكن الأمر سهلا كما اعتقدت. لم أعرف لماذا، فسرعان ما يئست وعدت كما كنت. فاتتني صلاة بعد صلاة. لعدة سنوات كنت أتابع هؤلاء، وفي نفسي سؤالا كثيرا ما كنت أفكر فيه أو أسأله: لماذا يحافظ بعض الناس على الصلاة لهذه الدرجة، بينما لا يستطيع الكثير حتى أن يصلي صلاة واحدة؟ ما السر في هذا؟ وهل حقا هذا أمر لا دخل لنا فيه؟ يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه لمن يشاء. ولو كان الأمر كذلك، فلماذا نحاسب على الصلاة أول ما نحاسب؟ لو كانت الصلاة أمرا إلهي لا دخل لنا فيه، لماذا إذن هذا الثواب والعقاب بشأنها؟ كل هذه التساؤلات كانت بداخلي، كان لابد أن أبحث عن إجابات لها. فكرة إنني يمكن أن أودع هذه الحياة وليس في صحيفتي سوى ركيعات قليلة كانت تزعجني وتؤلمني. قررت أن أسأل هؤلاء الذين نادرا ما فاتتهم صلاة لأتعرف على أسرارهم. أيضا درست سيرا وعادات الناجحين في حياتهم بشكل عام، فوجدت تشابها كبيرا بين صفات وعادات الناجحين في المحافظة على الصلاة وبين الناجحين في حياتهم ممن غيروا الواقع وتركوا بصمتهم. وها أنا أكتب لكم هذا الفصل بينما أجلس في مكتبتي أستمتع بتناول قهوتي بعد أن استقبلت يومي بصلاة الفجر في وقتها. تلك العادة التي كان لها الأثر الأكبر في حياتي.